أصبح عليكم مشاهدينا في صباح جديد نقضيه وياكم في برنامجكم صيف البحرين. وفي البداية أصبح على زميلتي إيمان. إيمان هلا والله. اليوم في شيء غير. اليوم أنا مستانسة الصراحة. أول شيء صباح النور. صباح النور. شلونك؟ شو أخبارك؟ وايد زين. خلني أصبح أكيد على جميع متابعي برنامج صيف البحرين وأقول لهم حياكم الله في هالحلقة. يعني اليوم صباحنا مختلف حمد. يعني عيد مبكر. أنا قاعدة أحس شعور عيد، عرفت؟ اليوم لابسة وردي بعد، وايد أحب الألوان الصباحية. وما شاء الله عندنا هذه النقصة الحلوة اللي جاتنا لليوم، بس خلني أقراها وأشكر طبعاً اللي مطرشينها لنا اللي كاتبين صباح الخير إلى جميع طاقم برنامج صيف البحرين، لكم جميعا نقصة مني هناء الأحمد، تفضلوها بكل حب. طبعا هناء الأحمد ما شاء الله مطرش قهوة وبخور وعطور وزلابية، يعني عيد اليوم، شعور العيد. وفي نقصة ثانية بعد إيمان من أول شيء يقول لك صباح الخير، صباح السعادة لجميع طاقم برنامج صيف البحرين، اقبلوا نقصتي المتواضعة من لمودة شيف. يعطيهم العافية. هذا لين البقلاوة وال... أيوة. يعني اليوم صراحة احنا سعيدين بهالنقصة اللي دائما يسعدونا من الصبح. احنا طاقم برنامج صيف البحرين يعني يعطينا طاقة صراحة. يعطينا طاقة ونشكرهم يعني على اللي قاعد يرسلون لنا طبعا بشكل دايم. اليوم شنو عندنا من الفقرات؟ خلنا نبتدي. أول شيء نبتدي فقراتنا اليوم، أو أول تقرير، هو برعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة آل البلاد المفدى. أقامت مدرسة الشيخة حصة للبنات حفل تخرج الفوج 13 من طالبات حملة الشهادة الثانوية دفعة 2020، وعددهم 32 طالبة. حفل التخرج السنوي الثلاثاء الموافق 7/7 في الساحة الخلفية الخارجية لمتحف البحرين الوطني، ملتزمين بتدابير الأمن والسلامة والتعليمات المتبعة في مملكة البحرين في ظل أوضاع الراهنة لجائحة كورونا، بحضور أصحاب السمو والسعادة أولياء الأمور أعضاء مجلس الإدارة والهيئتين الإدارتين والتعليمية بالمدرسة. وقد تخلل الحفل العديد من الكلمات المعبرة من الخريجات واللي نالت استحسان الجميع. كاميرا برنامج صيف البحرين تواجدت في هذا الحدث، لقطات من التخرج بنشوفها في التقرير التالي. أكيد مبارك لجميع الطلبة الخريجين بهذه المناسبة، أقول لهم إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق ومنها للأعلى. طبعاً مشاهدينا، يعتبر فن الإلقاء واحداً من الفنون المهمة التي يجب على كل شخص إتقانها، لهذا من الضروري أن تساعد طفلك على تعلم هذه المهارة اللي تساهم في تعزيز شخصيته وتصقلها بطريقة إيجابية لينجح في بناء علاقات اجتماعية مميزة مع الآخرين، بعيداً عن الشعور بالخجل أو الضعف. وفرصة في وقت الصيف نستثمر وقت فراغهم
ونركز على تنمية مهاراتهم. للحديث عن بعض هذه الخطوات البسيطة اللي تجعل طفلك مؤثر مستقبلاً، معنا في الاستديو الأستاذة صفاء صالح، مدربة الإلقاء والخطابة. صباحك الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذة صفاء. صباح الخير. صباح الورد. في البداية أستاذة، خلينا نتكلم أن في بعض الأطفال عندهم يكون موهبة الإلقاء من الولادة، أو يعني مثل ما تقول طبيعياً عندهم هذا الشيء، فشلون نكتشفها فيهم؟ أول شيء خلينا نتفق أن الإلقاء والخطابة مو موهبة، هي مجموعة من المهارات مكتسبة. أوكي. يعني ما في أحد يقدر يقول أن هذا الشخص الفلاني عنده موهبة الإلقاء، أنا ما عندي فما أقدر أوصل للمكان اللي هو وصل إليه. فهي مجموعة من المهارات نقدر نطورها، فترة بعد فترة راح يتطور الشخص يكون شخص خطيب بارع. معنا معلومة جديدة، افتكرت أنها هي موهبة من الصغر. هي مجموعة مهارات ممكن يكتسبها. ممكن أن يكون عنده شوي خجل، يعني الطفل يكون عنده خجل أقل من الثاني، ولكن هي في النهاية مهارات. في مواهب، مثلاً عند شخص عنده موهبة كتابة، هذه موهبة صح، يقدر يكتب الخطاب مثلاً بشكل أحسن من غيره، بس هذا يعتبر بس جزء ضئيل من مهارات الخطابة. أوكي. إذا طور مهاراته راح يغطي هذا الجزء. يمكن حتى يمكن يعني التفاعل مع الحضور الجمهور يلعب دور في هذا الموضوع. أستاذة صفاء، إلى أي مدى إحنا محتاجين أن يكون هناك جيل يعني متميز في فن الخطابة وفن الإلقاء للمستقبل؟ طبعاً هذه المهارة مهمة جداً جداً. والمجتمع لحين مو واضحة عنده أهمية هذه المهارة، بينما في الغرب عندهم هذه المهارة من المهارات الأساسية، عندهم في المدارس في الجامعات يدرسون public speaking وعليها درجات، لكن عندنا مو مهتمين بهذا الفن كثرهم، لأنهم عارفين أن مهارات الخطابة تلعب دور أساسي في نجاحات الأفراد في المجتمع. فلذلك مثلا في المقابلات الشخصية صح، إذا الطفل ما عنده مهارات الإلقاء مهارات الخطابة ما راح يقدر يقنع الطرف المقابل اللي قاعد يسويه مقابلة إن أنا الشخص الأفضل لهذه الوظيفة. مثلاً صاحب المشروع لما يبي يبيع، لما يبي يطلع لقاءات، لما يبي يتكلم ويا الكاستمر يحتاج مهارات الخطابة. صحيح. إذا ما يكون عنده هذه المهارة راح شلون راح يزدهر مشروعه، شلون راح يوصل المعلومة والفكرة بشكل عام. حتى بالنسبة للموظفين الدراسات كلها تؤكد بأن الشخص اللي عنده مهارات الخطابة يترقى أسرع من غيره. نقطة مميزة. صح أستاذ، شنو الخطوات اللي عشان نعلم عيالنا هذا الشيء فن الإلقاء؟ يعني هذا الشيء مثل ما قلتي من الأشياء الأساسية، وفي الغرب عندهم هذا الشيء، ويمكن هذا يمكن مو من ثقافاتنا وايد، ولكن شلون نقدر إحنا نطور هذا الشيء، والخطوات الرئيسية عشان ندخل في هذه المجال؟ الخطوات الرئيسية من الصغر، من الجاهل صغير كلش، يعني من سنتين ثلاث، عن طريق اللعب، عن طريقنا نفتح وياه موضوع يتكلم قدام العائلة قدام الأصدقاء، فهذه بتكون البداية. من هنا تبدأ ويزيل خوفه من التحدث أمام مجموعات أمام جمهور. يعني أستاذ، إحنا راح نستكمل معاك بقية الحديث في فن الخطابة والإلقاء، لكن راح يكون معنا عبر السكايب الأستاذة زينب السلمان، أخصائي نطق ولغة، تكلمني أكثر عن العامل المشترك بين الطب وفن الخطابة لمعالجة التأتأة عند الأطفال. صباحك الله بالخير أستاذة. صباح الخير أستاذة. في البداية أول شيء خلينا نتكلم عن موضوع التأتأة، من المشاكل الأكثر شيوعاً عند الأطفال، قد تكون طبيعية وأحياناً تمثل مشكلة نفسية تحتاج إلى تدخل طبي وأخصائيين. خلينا نتكلم عن هذه المشكلة. أوكي. التأتأة عام عند الأطفال، أول جانب هو عبارة عن الأعراض الأساسية، ثاني جانب هو عبارة عن الكليات الثانوية، وآخر جانب هو عبارة عن المشاعر السلبية. الأعراض الأساسية عبارة عن الإطالة، الوقفات، والتكرار الكلام. الأعراض الكليات الثانوية عبارة عن عدم التواصل البصري، بالإضافة إلى سلوكيات إرادية لغة الجسم. المشاعر السلبية تشوف أن الشخص يعاني أكثر، وتجنب المواقف اللي تأثر. بشكل عام التأثر ثلاث جوانب. نعم، يعني أستاذة لوبرو، أتكلم معك، متى يكون الخطابة جزء من علاج التأتأة وكيف يمكن ذلك؟ في خطة العلاج تممنا بعض المهارات التأتأة في خطة العلاج،
معناه ان الشخص قادر انه يطور هاي المهارات خارج الجلسة. هنا نقدر ندخل عامل بحيث ان الشخص يتمم هاي المهارات خارجية اشخاص كثيرين، وبذلك يكسب الثقة بالنسبة عشان يتكلم. نعم الأستاذة زينة السلمان أخصائية نطق ولغة، كل الشكر لك على المداخلة اليوم. شكرا لك أستاذة. يعني لو برجع لك أستاذة صفاء نفس ما تفضلت أستاذة زينب، قالت إن هناك أكيد عامل مشترك بين يعني يمكن الطب في إنه يعالج التأتأة عند الأطفال وبين فن الإلقاء والخطابة، لكن لو بتكلم معك شنو هي أهم النقاط اللي لازم نركز عليها وقت التدريب للطفل في فن الإلقاء والخطابة؟ وقت التدريب أنا في دوراتي عندما أبدأ أول شيء ما أركز على نص الخطاب، إن شنو تجي تكتب وتجي تلقي من أول يوم تكتب الخطاب وتجي تلقي. ففي في أحياناً أطفالنا أساساً عنده خوف، فهذا الشيء راح يعزز الخوف عنده. صح. تعال مباشرة ألقي خطاب أمام زملائك. تكون يمكن هذه المشكلة الرئيسية إن تكون ذكرى سيئة إلى الطفل. فأنا أبدي بالكلمة، الكلمة تكون اسم الطفل. يبدأ يقول اسمه أول شيء قدام المجموعات. بعدين نبدأ بجملة، ليش تبي تتعلم الخطابة؟ في هاي المرحلة أعرف إن هذا الطفل شنو مستوى. مثلاً في أطفال لما أقول له ليش تبي تتعلم الخطابة يجيب بجملة واحدة أو إن كلمة واحدة، بس في أطفال لا يعطيك فقرة طويلة. فهني أعرف مستوى الطفل. من بعد هذه المرحلة أبدأ بمرحلة الفقرة. الفقرة بعد ما أخليها إنه تكتب فقرة وتعال ألقيها قدامنا، أخليها عن طريق اللعب، لأن كل ما كان الجو فريندلي وفان إن الجهل يستمتع راح يكون ينطلق أسرع من غيره. صحيح. فمثلاً في دورة الأساسيات أنا أعطيهم الفقرة عن طريق لعبة نبني مع بعض قصص. مثلاً عندي مجموعة صور، أعطي الصورة مثلاً للمدربة اللي وياي تبدأ القصة، أول جملة من القصة. أطلع صورة ثانية أعطي للطفل ثاني يكمل الجملة، يكمل القصة عفواً عن هذا المقدمة اللي قالتها الأستاذة. حلو. فكذي راح يكون شيء ممتع ويقول فقرة قدام الجمهور، بس هو ما يحس على روحه انه قاعد يتكلم قدام الجمهور. يمكن بعد نطمن الأولياء الأمور انه ترى التأتأة مو شيء راح يتم مع الطفل لمدة ليكبر. صح. يعني في قصص كثيرة من ضمنهم يعني من الأشياء اللي قريتها من أكبر الكوميدي ستاندينج أو الممثلين وحتى من أكبر المذيعين ستيف هارفي، من هو صغير كان يتأتأ يعني عنده ستاترينج مثل ما نقول، فلما كبر عالج هذا الشيء وصار من أكثر الناس. صح. اللي يقدر يلقي يعني بالضبط. على الستيج وعلى مثل برامج اللي موجود عنده، فيعني أتوقع أن هذه مشكلة تنحل وقت الكبر أكيد. صح مع الكبر أكثر. أكيد سمعت عن قصة ستيف هارفي إن لما قال للمدرسة إن حلمه يصير مذيع. صح. سخرت منه، بس إنه حقق حلمه في النهاية. فهو مش ما إلى علاج، إلى علاج. نفس ما قال حمد إنه يعني ما في خوف بالنسبة حق أولياء الأمور لما يقولون طفل يعاني من التأتأة، يعني خلاص بالعكس ممكن مع المهارة ومع مهارة. يمكن التدريب نفس ما تفضلتي أستاذة يعني يقدر يتجاوز هذه المرحلة. يعني أستاذة أنا بتكلم الخوف شعور طبيعي يمكن عند الطفل، لكن شلون يقدر يواجه يعني هذا الخوف يتغلب عليه في مسألة يعني الإلقاء أو الخطابة بشكل عام أمام الجمهور؟ يمكن الطفل يكون متحدث جيد ويمكن يكون يلقي كلمته طريقة جدا ممتازة وعنده فن الكتابة بينه وبين زملائه بينه وبين أهله في البيت، لكن لما يكون عدد كبير يتوتر ويتخوف. في هالجانب شو لازم إحنا نسوي؟ أول شيء عشان نعرف علاج الخوف لازم نعرف أعراض الخوف. أعراض الخوف لما الواحد يخاف كأنه لما تشوف أسد قدامك. لما تشوف أسد قدامك التنفس شلون بيكون؟ التنفس عن طريق الفم. صح. كذي. هذا التنفس هذا راح يسبب زيادة ضربات القلب، يسبب توتر. فلما نشوف أسد ما أقول أسد طبعاً. صح. كل شيء يوقف. وقت تشوف الأسد كل شيء يوقف، الساعة توقف، الدقيقة. فلما تشوف أسد هدفك إن أنت تهرب. فتخيل إن أنت واقف قدام الجمهور تبي تهرب. الناس تنتظرك إن أنت تتكلم. ما نقدر نهرب، فنحس روحنا إن إحنا محاصرين ولازم الحين نتكلم، فتزيد دقات القلب ويتخربط الخطاب وما تدري أنت إيش قاعد تقول.
ففي الاعراض مال الخوف يكون اعراض جسديه اعراض ذهنيه واعراض انفعاليه. الاعراض الجسديه اللي هو رجفه الايد، دقات القلب اللي تكون واضحه، اللي تكون واضحه بشكل خارجي. والاعراض الذهنيه اللي هو النسيان، ان تتخربط وقت اللي قاعد تلقي تتخربط، ما تدري الحين شنو الجمله اللي لازم تقولها. والاعراض الانفعاليه اللي هو اخر مرحله، ان تحس بانهيار تام، ان انت ما تقدر خلاص تكمل. ساعه يوصل للبكاء، ساعه ان في ناس يغمى عليهم على المسرح، في ناس فعلا. فعشان ما نوصل لهذه المرحله لازم اول شيء نتحكم في الاعراض الجسديه في البدايه. الاعراض الجسديه اللي هو يبدا من التنفس. فأهم خطوات الطفل لازم يتعلمها سالفة التنفس، يتنفس بشكل صحيح عشان ما 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 يزيد دقات القلب وما يتوتر. يمكن ذكرتي بعد الحين توج استاذة على موضوع الجمهور، هاي يعني يسمونه رهبة الجمهور شيء عود. يمكن هذه يعني احسه يمكن هاي المستوى العالي. فانت شلون تتدرج عشان توصل لانك انت تتكلم قدام جمهور؟ شنو التدرج يعني الخطوات اللي المفروض واحد يتدرجها؟ فنفس ما قلت، أول شيء لازم يتعلم الطفل على الإلقاء، إنه يزيل خوفه عن أن يوقف قدام الجمهور يتكلم. بعدين نجيب تفاصيل مال الخطابة. فالتنفس الصحيح، أنا أول شيء أعلم أطفالنا يتحكمون بأعراضهم الجسدية، التنفس الصحيح وتمارين تركيز اللي يعلمونهم إياه في اليوغا، إنه يركز على الداخل بدل ما يركز على الخارج. صح، التنفس وهو ماشي للمسرح يركز على اللي قاعد يصير داخل. مثلاً أعلمهم أن ركز على وزن إيدك، أن أنت قاعد تمشي للمسرح ركز على وزن إيدك أو تأثير الجاذبية على إيدك، بدل ما يركز أن الجمهور قاعد يصفق قاعد ينتظرني وقاعد ينظر لي، يركز على نفسه. فلما يوصل للمسرح يكون أنه خلاص ما بدأ عند التنفس الغلط، ما بدأ عند التوتر. يعني بما أن أنت يعني تعاملتي مع الكثير من الأطفال في هذا الموضوع في هالجانب، شنو القصص اللي قاعد تشوفينها من الأطفال؟ يعني شنو القصص اللي مرت عليك يمكن راسخة في بالك لحد الحين؟ أنا أجمل موقف عندي لما أسأل الأطفال ليش تبغوا تتعلمون الخطابة؟ يعني سؤال يحسسني بمسؤولية اللي أنا فيه، لأن في أطفال مثلاً أطفال على 12 سنة 11 سنة أسألهم ليش تبون تعلمون خطابة، واحد يقول عشان أنشر الإسلام في العالم، واحد يقول عشان أنشر السلام، عشان أقاوم التنمر. ردود حتى تكون حلوة، ردودهم قوية. يعني الطفل عنده أحلام كبيرة، إذا ما تعلم شلون يعبر عن أحلامه، شلون يتكلم، شلون يقاوم على عشان أحلامه، ما راح يوصل لأحلامه. يجي فترة وخلاص يعني يحس إن أنا خلاص حدي موظف بسيط وترك عنك إن أنت تغير العالم. فمن شذي إن هذه المسؤولية كبيرة، مو مهنة فقط. صح طبعاً. بل هو تغيير في المجتمع كامل. عشان كذي إحنا دائماً نقول حق أولياء الأمور ركزوا على الجانب اللي تشوفونه من أطفالكم، إذا شفتوا عنده هذا الفن حاولوا تعززون عنده هذا الفن، حاولوا تدربونه، حاولوا تطورونه عشان أكيد يوصل لمرحلة متقدمة، وفي النهاية هو راح يخدم من المجتمع وإحنا اللي هاي نحتاجه. صح، دور الأهل أكيد مهم. الولد ما راح يطلع نابغة من عنده من روحه، لازم فيه يعني مساندة ودعم من الأهل. صراحة موضوع وايد شيق أستاذة صفاء صالح، مدربة طبعا أكيد للقاء والخطابة، موضوع وايد شيق، وشكرا على تواجدك اليوم، استمتعنا. شكرا لك أستاذة. مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل يصير وراجعين مع باقي فقرات صيف البحرين، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل وحياكم الله. يعني اليوم في فقرتنا الأسبوعية اللي هي فقرة المكياج اللي تطل علينا فيها خبيرة التجميل فاطمة الدوسري، بتكون عن المكياج اليومي لأصحاب البشرة السمراء. بنتكلم عن أسرار البشرة السمراء وشلون ممكن تظهرين جمالك الطبيعي بدون أي مبالغة وبلمسات بسيطة، وأكيد فاطمة بتعطينا تكتيكات جديدة بنستفيد منها اليوم. صبحك الله بالخير فاطمة، ويا هلا يا مرحبا فيك. يا هلا، صباح النور. اليوم بنتكلم عن فقرة وموضوع جدا مهم، دائما احنا كل اسبوع نتجدد طبعا في فقرتنا فقره المكياج. صحيح. وهالمره راح نتكلم عن مكياج البشره السمراء. شنو السر في ان نحط المكياج الصحيح للبشره اللي شوي تكون سمراء؟
طبعا انا احلى شيء عندي انا مكياج البشره السمراء، تفاصيل الميك اب ما شاء الله على لونهم يطلع وايد اجمل، خصوصا البنات الحين في السمر الحين يسوون التان عشان بس يبون هالنوعيه من البشره. طبعا لها وايد خطوات لازم نسويها. البشره السمراء وايد معرضه حق الشمس، فتشوفين فيها البقع اكثر تبين في مناطق اللي حوالين الفم وتحت العين، فتحتاج الى تغطيه عميقه اكثر من البشره الفاتحه. فنستخدم اكثر شيء الكونسيلرات اللي تكون على الاورنج، بعدين نفتح نفس لونها وبعدين نستخدم نفس لونها. يعني السر يمكن سر المكياج البشره السمراء نفس ما تفضلتي ذكرتي، يمكن نقاط اللي هو توحيد اللون. صح صح اوكي، ذكرتي شغله اللي هو اللون البرتقالي يسمونه الكوركتر. صح صح اشو حافظه اسمه. هل نحطه في كل مكان على مناطق البشره ولا نحطه في مناطق معينه؟ لان في بعض يمكن خبيرات التجميل يحطونه من تحت العين لتقريبا صوب الفك، في بعضهم الوجه كامل. الوجه كامل يحطون الخطوه الصحيحه في الجانب. شوفي اذا مثلا كان الوجه مبقع، لو هي مثلا بشرتها سمراء او مسويه، فالواي ما يكون موحد لونه، فلازم تغطين هاي المناطق الغامجه بلون يكون اما كونسيلر يكون اغمج، بس احنا نفضل حق البشره السمراء يكون شويه اورنج اللي هو الكوركتر. ترى ايمان بتصير خبيره تجميل. انا خلاص صرت عقب هالثلاث اربع فقرات خلاص. بنحط اول شيء الاورنج، بس لما انت تحطين هذا اللون البرتقالي ما يصير تخلينه بروحه، وعلى طول بعده تحطين الفونديشن بيقلب لونه، فيفضل انك تغطينه. يعني لازم نغطيه بطريقه صحيحه نفس ما تفضلت ذكرتي. احنا عندنا فيديو بس لو يعرضون الكنترول وعشان نتكلم عنه اكثر. أيوة. مع فاطمه طبعا هو مكياج يومي بسيط في هذا الفيديو، استخدمت واعتمدت اكثر شيء على الكونسيلر فقط. يعني مسهله المهمه حق البنات. هذه نقطة مهمة حق البنات، نفس ما هو معروض على الشاشة وقاعد نشوفها. صح، وأول خطوة اللي هي ترطيب البشرة، لازم نرطب البشرة مهما كانت جافة أو دهنية أو مختلطة. وأهم شيء ما ننسى ترطيب تحت العين. بشرة هذه العارضة هي مختلطة، فشفتيني حطيت كريم ثاني في منطقة التيزون، وعلى الوي كامل حطيت كريم ثاني مرطب. بعدها مثل ما قلت لك لازم إن احنا نرطب ترطيب عميق تحت العين عشان نتفادى الخطوط. واستخدمت كونسيلر هالمره، ما استخدمت الاورنج. هذا الكونسيلر صاير ميكس بين البرتقالي والبيج. والبيج صح. ايوه، لان مو الكل يعرف انه يغطي بالاورنج الكوركتر. فانا سهلت المهمه على المشاهدين ان انا ما استخدمت وايد فراشي هالمره، حق اللي كلش مالهم خلق يستخدمون الفراشي اللي شرحناهم وكذي. فتقدرين تستخدمين صبعك بالميك اب، اول شيء وزعنا تحت العين، وبعدين قاعدين نحط حوالين الشفايف واي بقع موجوده في الوي نغطيه بالكونسيلر. حلو. وشفتيني استخدمت البيوتي بلندر طبعا، بس وزعت هالمره الكونسيلر على الوي كامل، اعتمدته كفونديشن. كفونديشن اساسي. يعني البنت ذاك اليوم يمكن ما تشوف مكياجها وتبي بسرعه تطلع وكذي، فممكن انك انت تعتمدين على كونسيلر يكون ميديوم كفر، ممكن تكفيها هذه الخطوه من الفونديشن. فبعد هاي الخطوه استخدمت بودره. البودره لازم تكون نفس لونك، مو حلو انه يكون افتح عشان ما يقلب رمادي. فطفيت البشره شي كامله، سويتها مات، وتحت العين حطيت بودره لازم تكون صفراء ما تكون بيضة. لازم البشره السمراء اي ما يصير تحط بودره لوس باودر يكون ابيض او حتى كومباكت. عقب هاي الخطوه سويت الكونتورينج. الكونتور لازم يكون اغمج من لونها، مايل على الاورنج اكثر. حلو. وسوينا كونتور على كونتور يعني بسيط سوينا. طبعا الصبح ما يصير تستخدمين كريمي. صح. حق يومي مو حلو كريمي. صعب. وسمر راح تذوبين. ومع الشمس ودرجات الحراره. اي. فالعارضة من قدام حاجبها، تذكرين الحلقة اللي فاتت قلت لك الشعيرات ولازم تسوي شعرة 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 وشوي شوي. اي، فهي من قدام صاير مربع، فانا حطيت عليها كونسيلر وحطيت لوس باودر وخليته عساس المنطقة تصير عندي فاتحة فاتحة واكسب الشعيرات. هذه تكنيك جديد فاطمة صح؟ يمكن مو وايد بنات يعرفونه. لا. فبعدها حطيت البلاشر، وصلته شوي عن خشمها عشان اعطيها يعني وجهها يكون حيوي اكثر. الروج استخدمت محدد بس فاتح. نفس لون البيج الفاتح.
وبخصوص الرموش وايد تكون سمبل. طبعا اذا حكي اليوم في بنات يقدرون يحطون رموش، في بنات مثلا ما يقدرون، واذا يبون يحطون يفضل ان يحطون رموش وايد ناعمه وخفيفه تكون. فاطمه ودي اسالك اليوم، يعني دائما يمكن يمر عليك هالسؤال بحكم يعني ما شاء الله خبرتك في عالم المكياج، شلون يتم اختيار الفونديشن الصحيح للبشره السمراء؟ يمكن اكيد انت ذكرتي هالموضوع وايد، بس احنا بعد نحب نذكر المشاهدين ونقول لهم اكثر، شلون نختار الدرجه الصحيحه حق البشره السمراء؟ اي البشره السمراء بعض من الزباين ساعات يجوني يقولون لي نبي افتح وفتحينا، اقول لهم بليز لا. لان اذا احنا نحط لهم فونديشن فاتح بيقلب على رمادي، صح، وهي احنا ما نبي. اي يعني يمكن الاول في بعض من الناس يسوونها، بس مو بحلو انه يكون في فرق بين الوي وبين الرقبه وبين الجسم، حالات انه يكون كله نفس اللون نفس اللون متساوي. في بنات مثلا ممكن يحطون فونديشن هنا على يدهم، انا ما انصح، لان ساعات اليد تكون لونها مختلف عن الوي، صح، عن البشره. اي فدائما دائما بشره فاتحه بشره سمراء الكل الفونديشن ينحط بين الواي وبين الرقبة، تحطين عشان تشوفين درجتك. إذا كان أفتح تشوفين لونه صار رمادي، إذا كان نفس اللون هو جدا ممتاز، إذا كان أغمج إذا أنت تحبين تكونين برونز أكثر تحطينه تان أكثر. فاطمة بالنسبة حق الفونديشن، بالنسبة حق الألوان اللي نستعملها في الشادو وفي البلاشر، يعني دائما يمكن يقولون اللي تكون بشرتها فاتحة واللي تكون بشرتها بيضة عندها ألوان معينة لما تحطها على البشرة تكون تبرز ملامحها أكثر. بالنسبة حق البشرة السمراء شو الألوان المناسبة لها؟ في أكيد في البلاشر موضوع الشادو. بالنسبة حق البشرة السمراء يفضل نستخدم درجات الترابية، بتطلع عليها ترى وايد أحلى من البشرة الفاتحة، يزعلوا مني. لا ما حد بيزعل مني. إيه بس هو النوت طبعا يناسب الكل، بس يعني أضبط شيء على البشرة السمراء عندش درجات الأورنج البرتقالي أو الأحمر شوية بيطلع بعد حلو عليهم. ما تكون ألوان وايد فاقعة، الألوان اللي فاتحة كذي وايد ما تناسبهم. ما تناسب البشرة السمراء، تناسب البشرة ممكن حتى الورديات. انا احس الورديات ممكن يصير الوردي الفاتح، صح، اللي ما اللي انا حاطته حلو. عجبك. تسلم يد زكيه اللي ما قصرت اليوم، يعطيها العافيه. يعني فاطمه ودي اسالك اليوم حتى على لون الحمرة، يعني يمكن انتم كخبيرات تجميل تركزون دائما، لان لون الحمرة هذا الفاينل تاتش بيبين يمكن شكل المكياج النهائي، صح، بشكل يمكن احلى وبشكل يعني يبين بصوره جميله. فشنو اللون المناسب حق البشره السمراء بعيدا يمكن عن اللون اللي انا حطيته؟ لو بنتكلم عن الوردي، لان احنا متفقين الوردي يمكن يتناسب مع الكل، مع الكل. في ألوان معينة يعني تقدرين تقولين البشرة السمراء لا تستعمل ذي اللون؟ إيه لأن ساعات مثلاً لما أنت تحطين روج، لو تشوفينه تقولين هاي اللون مثلاً وايد حلو راح يناسبني، سواء كانت البشرة فاتحة أو غامجة، لما أنت تحطينه على نفسك ترى يختلف. البشرة السمراء الشديدة السمار حوالين الشفايف غامج من الله، صح، محددة من الله، فما يصير على طول أي أخذ الروج وحطه بيقلب لونه، مناطق بتصير غامجة، مناطق بتصير فاتحة، فاحنا نحتاج نوحد لون الشفايف قبل، لما نعدل من لونها تحطين حتى يمكن شوية فونديشن عليه، فأنت وحدتي اللون تقدرين تستخدمين الروج الحين. طبعاً الأرواج اللي تكون وايد فاتحة مثلاً النود أو البيج الفاتح وايد ما يناسبهم، مثلاً البيج اللي مايل على مشمشي شوية بيكون ممتاز عليهم، الجلوس وايد يجملهم. عندك بعد ممكن الدرجات الغامجة بعد تطلع حلوة عليها، تطلع حلوة عليها. زين فاطمة بالنسبة حق الإضاءة، يعني يمكن الإضاءة بعد في ألوان، صح، في الإضاءة اللي تيجي وايد فاتحة، في اللي شوية رايحة على البرونز، وفي شوية اللي رايحة على البينكي، فشون الإضاءة المناسبة حق البشرة السمراء؟ لأن إحنا ساعات يمكن أنا أشوف في الإنستغرام اليوم قلت لك توتوريالز ما شاء الله يعني وايد، لأني متابعة وأشوف ساعات البشرة يمكن السمراء لما تستعمل إضاءة اللي تكون فاتحة عند الخد تصير رمادية ويطلعها بصورة شوية، يعني أنا لما أشوفها أحس في شيء غلط في البشرة، صح. فشنو الإضاءة المناسبة للبشرة السمراء؟ تلقين البنت تخلص مكياجها كامل وكل شيء يطلع مضبوط، اللي مخرب وياها الإضاءة. الإضاءة، صح. إيه. فالإضاءة لما البراندات تسوي الباليتات فتشوفين في كذا لون، فتحتارين تقولين شنو اللون المناسب. إذا كانت مثلاً خلينا نقول على الصفار شوي البيج الفاتح، هذه ما يناسب البشرة السمراء، يتناسب مع البشرة الفاتحة أكثر. في مايل حتى حق الأبيض، حق الشديدة البياض. التين حق اللي يكون شوية برونز، هاي بيكون جدا ممتاز لهم، الذهبي البرونز تقدر تحطه، بس لا تحطه بكمية وايد، تحطه بكمية بسيطة عشان ما يطلع بعد مبالغ يمكن. احنا دائما طبعا الهايلايتر يعتمد، يعني صح، من شخص لشخص، يعني مثلا اللي بشرتها جافه ما بتستحمل هايلايت ابدا، تطلع كذي نفس الحبوب تحت الجلد ما راح يطلع مرتب. اللي تكون بشرتها معتدله خاليه من المسامات، خاليه من الحبوب،
بيرفكت بيكون عليها الهايلايت. عشان كذي دائما تلزمين فاطمة ترطيب البشرة شيء أساسي، كل يوم دائما ترطيب البشرة ترطيب البشرة، لأن فعلا صح. في النهاية المكياج يطلع بهالصورة النظيفة والجميلة من ترطيب البشرة ومن صح. البشرة لما تكون صحية. طبعا شفتي حلقة بدون مثلا ترطيب تحت العين او حوالين الشفايف او الوجه كامل ما يطلع الميك اب مرتب، انت قاعده تقيديني في امور معينه ابي اسويها مو قادره اسويها لان بشرتك وايد جافه، فلازم تحطون في عين الاعتبار صح. موضوع البشره اكيد والبلاشر بعد البشرة. لو بنتكلم عنه بعد ما بتستحمل الدرجات الفاتحه، انت بتحطينها على البشره البيضاء اوكي البشره السمراء تشوفين ما قاعد يطلع اللون بشكل صحيح اي يفضل الأورنج أو البرونز بيطلع ممتاز عليهم. يعني هذه معلومات مفيدة الصراحة استفادوا فيها أكيد مشاهدينا، وأنا بعد استفدت في يمكن الألوان المناسبة للبشرة السمراء وأكيد كيفية وضع يمكن الأساسيات للبشرة السمراء. شكرا لك فاطمة نورتينا كالعادة، كل اثنين نستفيد منك هذه المعلومات وأكيد كل المشاهدات يتعلمون منك هذه التكنيكات الجميلة لوضع المكياج. نلتقي إن شاء الله بالفقرة الجاية. إن شاء الله الأسبوع الجاي في فقرة مختلفة. يعطيك العافية. الله يعافيك. مشاهدينا من بعد المكياج نطلع هذا الفاصل السريع وراجعين لكم مع آخر محطة لليوم. أولا مشاهدينا أكيد سلامتكم تهمنا، ودائما نقول الوقاية خير من العلاج، ولكن لما تحصل أي مشكلة في أعضاء الجسم لازم نبادر لها بالعلاج وبدون إهمال، والأهم مواصلة العلاج بالتعاليم الطبية تماما. موضوعنا اليوم في فقرة العلاج الطبيعي الأسبوعية راح نتناول فيه أهم مشاكل الركبة وطرق علاجها، خلونا نتابع. مرحبا صباح الخير، معكم دكتور هاني مهدي حسن، استشاري علاج طبيعي متخصص في تأهيل مشاكل العمود الفقري والساقين. اليوم بكلمكم عن مفصل جدا مهم في جسم الإنسان ومعظم الناس تشكو منه، اللي هو مفصل الركبة. مفصل الركبة مفصل حساس جدا ويتأثر بأشياء كثيرة، منها زيادة الوزن، الإفراط في التمارين الرياضية أو حمل الأوزان الثقيلة على الساقين، أو حتى قلة التمارين وعدم تقوية عضلات الفخذ الأمامية. مفصل الركبة هو حلقة الوصل بين الحوض والكاحل، ويتأثر بأشياء كثيرة منها الفلات فوت أو القدم المسطحة، يتأثر عند اللاعبين الرياضيين في مثل مشاكل الرباط الصليبي، الرباط الصليبي الخلفي، الأربطة الجانبية، أثناء حوادث الالتواء كثير يعني لأنه مفصل حساس، مشاكل الصابونة أو الباتيلا أو الصابونة اللي تنتج مثلا عند ركوب الدرج أو نزول الدرج، تحس مشاكل الصابونة أو التهابات، هذه كثير من الأشياء تمر علينا يوميا ووايد تنتشر في مجتمعنا. من أهم طرق الوقاية لحماية مفصل الركبة هو الحفاظ على الوزن السليم، تقوية عضلات الفخذ الأمامية والخلفية مع الأرداف. ليس فقط نتكل على تقوية عضلات الأمامية كما هو معترف فيه، لا، الحين مفصل الركبة في دراسات أثبتت أن تقوية العضلات المحيطية مثل الأرداف الجانبية والعضلات الخلفية بالإضافة لعضلات الفخذ الأمامية يحمي مفصل الركبة والصابونة. اثني الساقين، الحين نبتدي تمارين تقوية العضلات الظهر العميقة وعضلات أسفل الظهر والحوض عساس نعزز أسفل الظهر ونعدل مشاكل في الحوض. اثني الساقين، أول تمرين بيزك أو أساسي هو شد العضلات الجانبية للبطن، ليست الأمامية وإنما هذه، ضغطها إلى الداخل، شفطها أو اسحبها إلى الداخل مع تنزيل أسفل الظهر إلى تحت بحيث أن ظهرك يلامس الأرضية، وترخي اسحب على داخل، اضغط الظهر الى اسفل شوي قليل، ايوه قليل، 1 2 3 4 5 وارتاح. نكرر هالعمليه 10 إلى 20 مره كل على 5 ثواني. العمليه الثانيه، اثناء تثبيت الظهر نثبت اسفل الظهر بنفس الطريقه، نرفع واحد من الساقين بهدوء وانا محافظ على الثبات بس كافي، 1 2 3 ونزل الساق وحافظ على الثبات، ما ترك الثبات، وارفع الساق الثاني، يكفي، 1 2 3 ونزلها بهدوء بعدين ارتاح. ممتاز، هذه من افضل التمارين كبدايه على اساس نتعلم شلون نشغل عضلات الحوض والظهر العميقه. تمارين الارداف
تمارين بسيطة اللي هو رفع الحوض إلى أعلى، ارفع الحوض إلى، لا خليك مكانك وارفع الحوض إلى أعلى أعلى وامسك، واحد اثنين ثلاث أربع خمس، وارتاح ارتاح ارتاح. نكرر مرة ثانية، واحد اثنين ثلاث أربع خمس، وارتاح وارتاح وارتاح. ممتاز. زين خليك على جنب في تمارين الحوض الجانبية. إيه لا شاهد لها يعني. زين. زين. عندنا تمارين الحوض الجانبية اللي هو ثني الساق السفلى إلى الأمام، مد الساق العليا إلى الخلف ورفعه إلى الجانبين بهدوء. 10 ثواني لتشغيل عضلات الحوض الجانبية لمن لها أهمية كبيرة في تثبيت أسفل الظهر. 1 2 3 4 5 وارتاح. مرة أخرى، 1 2 3 4 5 وارتاح. ممتاز. الحين خليك على أطرافك الأربعة، يدينك وركبتينك مع ثني الركبتين. اجلس، لا اجلس على الركبتين. ممتاز. خلي أطرافك 90 درجة 90 درجة. حلو. الحين خلي ظهرك سيدة. الحين بشرح لك تمرينك الآتي. خذ نفس وقوص ظهرك إلى الخلف، طلع نفس وقوص ظهرك إلى الداخل. نفس عميق، تقويس الظهر إلى الخلف، نفس وطلع النفس، قوس الظهر الأمام. هذا من أفضل التمارين لتعزيز أسفل الظهر إذا خصوصا عندهم مشاكل في الديسك. مرة ثانية، نفس وثني الظهر إلى الخلف، نفس إلى الخارج وثني الظهر إلى الأمام. ونرجع مرة ثانية في وضعية الاستقامة. التمرين اللي بعده راح رفع إيد واحدة إلى الأمام، رفع الساق المعاكسة، وعملية التوازن مهمة جدا لتقوية العضلات القطنية العميقة. ونبدل ستريت سيدة تحت نحافظ، ونرجع مرة ثانية ونرتاح. شكرا. أكيد نشكر زميلنا عبد النبيل الجردابي على هذا التقرير المميز. يعني ما شاء الله في البحرين عندنا العديد من المواهب الشابة اللي اكتسحت الساحة الثقافية من خلال إصداراتها المتميزة، ومن ضمن هذه الأمثلة المميزة ضيفتنا اليوم الكاتبة دلال يوسف، بنتكلم معاها عن إصداراتها الأدبية وعن المبادرة الثقافية اللي تشرف عليها. صبحك الله بخير، يا هلا ويا مرحبا فيك دلال. صباح الخير. أهلين. صباح الورد. طبعا في البداية خلينا نتعلم أو نتعرف على دخولك لمجال الأدب والثقافة، شيء غريب يعني، كلمينا عنه. صحيح. أول شيء أنا مؤمنة أن الموهبة تلد مع الإنسان. يعني كل إنسان لازم عنده موهبة، بس صح. مع مرور الزمن هو لازم يسقلها ويكتشفها. بالنسبة لي حسيت أن من أيام أنا في الابتدائي حسيت فيني نزعة الكتابة، حسيت حبي للقراءة، حسيت أن أنا دائماً كأن شيء داخلي يثور، أبي أسجله، أبي أدونه، عندي خيال واسع، أبي أكتب مثلاً أي موقف يصادفني، أبي أكتبه على طريقة رواية أو خواطر، مع بعض المفردات اللي أنا أحس أنها خاصة فيني تكون كذي. فمع التشجيع المستمر من الناس اللي حواليني، والدتي الله يحفظها، حاولت أن أنا أكتب كل شيء عندي وأسجله وأخليه عشان أصدره في كتاب أقدمه حق الناس. هو دائماً الإنسان يكون عنده خلينا نقول ثورة مشاعر، لازم لما بيقدمها حق القراءة أو حق الجمهور يحط في باله شيء معين، أنه هو شلون يقدر يوصل حق قلوب الناس من خلال الكتابة. ومنها أصدرت دلال المشاعر في 2012 إلى مسرحية قفص مريم ودلاليات وترانم الدلال. حلو. يعني بدأت فيك كمواقف تمرين فيها، المواقف هذه تكتبينها وتصير كروايات أو كتابات، وترجمين هذه اللحظات يمكن في الكتابات اللي قاعدة تكتبين. أيوة، أروح فيها بعد مع الخيال، أتوسع وأحط أحداث من خيالي، وممكن أحط تصورات أو أحط مواقف ما صارت، بس أحاول أن أنا أدمج، أسوي قصة
بحيث ان انا اشد القارئ او الشخص اللي هو متعطش يبي يقرا شيء يحس انه هو يلقى نفسه فيه قريب منه بالضبط. يمكن هذا الشيء اللي بيخليني اسالك دلال، يعني ما شاء الله ذكرتي قبل شوي ان انت يعني ابتديتي يمكن تكتبين من الصغر نوعا ما، ففي الفتره الاخيره ما شاء الله نشوف كثرت الاقلام الشبابيه واتجهوا لكثير من الشباب في الكتابه يمكن وفي الادب وغيره، شلون تشوفين تطور الشباب ليه هذا الوقت في فن يمكن الكتابه بالنسبه حق الادب؟ شوفي هو كل كاتب عنده كاريزما خاصة فيه، يعني لما أنا باي أكتب مثلاً أنت عندك قصة واحدة أنا بكتب عنها بشكل مختلف، أنت بتكتبين عنها بشكل مختلف رغم أنها هي قصة واحدة، بس شنو الكاريزما؟ كاريزما الإنسان، كل إنسان داخله كاريزما بصمة ما تتكرر عند أي أحد. بالنسبة لي أنا أشوف نفسي في الوسط الثقافي مختلفة من هذه الناحية، أن عندي كاريزما مختلفة، عندي مفردات مختلفة، شلون أنا أقدر أستقطب الناس، قلوب الناس. الهدف اللي عندي أن أنا عندي قضية ولا عندي مثلاً موضوع معين، شلون انا اقدر اوصله لكم، شلون اقدر انا احس فيكم، شلون انتم تقدرون تحسون فيني، لان الكاتب بعد يحتاج ان القراء والناس يحسون فيه ترى. صح، لكن هذا اللي يجي على بالي السؤال قبل تقولين هاي النقطه، موضوع الهدف من الكتابه، يعني دائما يكون عندك هدف وقت تكتبين اي شيء تكتبينه، موضوع معين تبينه يوصل للناس بطريقه ياثر فيهم، فايش قد هذه انت بالنسبه لك مهم عن طريقة الكتابة أنها تكون طريقة الكتابة حلوة وغيرها، فكرة نفسها أنها توصل إيش قد مهم عندك؟ وايد مهمة طبعاً، وايد مهمة، بس النقطة هذه شلون أنت تحققها؟ لما تكون أنت عفوي، سلس، تحس بالناس اللي حوالينك، تحس بالقضية اللي أنت تبي توصلها. هني أنت بتحس إيش كثر ممكن أنت عندك مخزون من الكلمات، من المفردات، من المواضيع اللي أنت تبي توصلها حق الناس أو الجمهور. يعني دلال خليني أسألك هالسؤال، يمكن الكثير من الشباب اللي يكتبون أو ناس، يعني ما إحنا نعرف إن أنتي ما شاء الله لك إصداراتك، ففي كل كتاب أو في كل إصدار عندك تحبين تطورين نفسك من ناحية الكتابة عشان يكون في اختلاف بالنسبة حق القارئ، فشلون تحققين هذا الشيء؟ شلون تحققين التطوير من إصدار إلى إصدار ثاني؟ هذه طبعاً دائماً الانتقادات، خاصة انتقادات البناءة دائماً تفيدني على طول، يعني أحب أسمع الانتقاد أكثر من المدح. المدح ممكن الكل يقول لك أوه حلو، صح، ممتاز، جميل، أوكي، بس لازم تسمعين الجانب السلبي. الجانب السلبي هو اللي يطورك، هو اللي يعطيك الدافع، هو اللي يغيرك. فوق ذي كله القراءة، القراءة والاختلاط بالقراء. يعني أنا ككاتبة لازم أتعامل مع القراء اللي عندي، لازم أشوف أهما شنو حابين فيني وشنو مو حابين فيني. كلش ما يزعل لما الناس مثلاً تقول لي اللي تكتبينه شيء عادي، أوكي حلو شيء عادي، معناته لازم أطور، لازم في أدوات حلو أستخدمها عشان أن أنا مو أرضي الناس بس أنا أوصل حق قلوبهم بطريقة سلسة وخفيفة ولطيفة. توقع كل شخص عن شخص يفرق عنده نوع الكتابة، صح، وينجذب حق كاتب معين، مو شرط الكل راح ينجذب لكتابة مثلا أنت، يعني في بعض الناس أكيد يحبون كتاباتك وفي ناس مثلا يحسون أن هاي مو معناته أنت اللي تكتبينه شيء ضعيف، صح، بالعكس هذه شيء آراء ولكن خلينا نتكلم عن نفس ما قلت أنت، الآراء الناس والسوشيال ميديا حاليا، الناس كل شيء تبي سريع، الناس تبي تقرا بشكل تعرف مثلا ايش قد يفرق عندك العناوين مثلا، شلون تجذبين الناس بهذه الطريقه السوشيال ميديا، يمكن الثيمه الكفر اللي تسوينه حق اي موضوع. هذه طبعا يعني هذه نحط كامل في اطار خلينا نقول العفوية بعد. العفوية بدون أي مبالغة، بدون أي تصنع، أي تكلف، تسوي شيء مرتب، مريح للنفس، مريح للعين. حتى الكلمات، المفردات لما أنت بتي تختارها ككاتب لازم تختار مفردات الكل يفهمها، صح، الطفل يفهمها، المراهق، الكبير في السن، اللي في عمرك، لازم تحافظ على هاي الشيء أن أنت توصل فكرتك حق الكل، ما تتفلسف،
طبعا، ولا ان انت تكون مفرداتك ضعيفه او موضوعك ضعيف، لا لازم توازي. فهذا هو المهم، الالوان والبهرجات والسوشيال ميديا هذه عامل يساعدك على ان انت توصل فكرتك، بس هذا مو شيء اساسي، الاساسي عند الكاتب نفسه. يعني ممكن تدعم يمكن فكره وصول الفكره لكن ما نعتمد عليها بشكل اساسي. صح، هي وسيله. السوشيال ميديا تقرب لك الناس، انت ككاتب او كمؤلف او كشاعر انت عندك محتوى معين، السوشيال ميديا بتساعدك ان توصلك، بس ما بتساعدك ان هي تبهرجك، ما بتساعدك ان هي تضيف لك، انت لازم تضيف. اكيد اذا المضمون ضعيف اكيد ضعيف، لو شنو كان جمالته ضعيف بيكون. صح صح. يعني دلال يمكن بعد مهم بالنسبه للكاتب اذا بيكتب شغله يحس انه هو لازم يكون قريب من القارئ عشان يوصل المعلومه، لان القارئ نفس ما تفضلتي وذكرتي قلتي مو بحلو انه يمكن الكاتب يتفلسف شوي يمكن في المفردات او في المواضيع، لازم يكون قريب من القارئ. انا كواحده بروح اشتري كتاب لازم احس ان الموضوع يناسبني. لكن لو بنتكلم شويه على اصداراتك، في دلال المشاعر ودلاليات والاصدار الثالث اللي هو اسمه ترانيم دلال. ترانيم دلال، ليش ركزتي على اسم دلال في كل الأصدار؟ دلال، دلال مدللة، دلال تحب تدلل. أنا كل شيء عندي في حياتي استثنائي، أحب يكون لي لما تقرين مثلاً شيء تعرفين أن هذه دلال، كلام مدلل، مقال مدلل، حتى الحزن يكون مدلل، قضية مثلاً اجتماعية تكون بعد مدللة. في أشياء تكون تلامس القلب، أي شيء يلامس القلب لازم يكون خلينا نقول لطيف خفيف قريب من القلب مدلل بالمشاعر. يعني حلو حلو، يعني حلو هذه، يعني الفكر أن كلها تحطينها في الكتاب نفسه وتسوي لك ثيم خاص فيه. خلينا نتكلم عن دار النشر، أكيد ممكن أن تساعدك هذا الشيء في نشر كتاباتك وهي الأمور، كلميني عنها. دار النشر طبعا هذه المحطة الأخيرة والتاريخية تكون في حياة كل مؤلف أو كاتب، وايد مهم، وايد مهم بالنسبة حق أي مؤلف لما بيروح يصدر كتاب، هو يكتب ويتعب ويحط أفكاره وكل شيء، بعدين لما بيه حق دار النشر يتوهق، كل واحد يسأل الثاني الحين أنا أروح عند أي دار نشر؟ إنزين الجواب ترى عندك أنت كمؤلف، الجواب عندك، شنو هو الجواب؟ أنت شنو هدفك؟ صح. أنت تبي شهرة؟ تبي بس الانتشار؟ تبي بس اسمك يكون معروف؟ ولا عندك رسالة وهدف تبي توصله حق الناس؟ كل دور نشر تقدم لك شيء معين. في دور نشر معينة طبعا بدون ذكر أسماء سواء كانت محلية ولا عالمية دائما تركز على الشهرة، ممكن أن هي تأخذ لك، تأخذ اسمك كمشهورة تسوي لك كتاب، تسوي لك إصدار حق الانتشار فقط. وفي دور نشر ما تقبل بذي الشيء، تكون حريصة على أن تأخذ موضوعك، تأخذ القضية، المحتوى، المحتوى وايد شيء مهم. يعني نقدر نقول أن المحتوى هو اللي يلعب في أي دار نشر ممكن الكاتب يلجأ له 100%. 100%. أنا نصيحتي حق أي كاتب أو مؤلف لما بيصدر كتاب أبي أقول له لا تتوهق، أنت طالع نفسك شنو تبي؟ تبي الشهرة؟ تبي طبعا احنا دائما نقول كمثقفين نقول ان المردود المادي نخليه اخر شيء. ليش؟ لان الثقافة ما وراها مردود مادي، وراها مخزون ثقافي فكري. صح. معرفي. يعني قيمة الانسان دائما تكون في فكرة وافكاره. هذه هو، فهذه هاي قصة دار النشر. يعني دلال ودي أسألك اليوم، يمكن تصير ما شاء الله معارض كتب في البحرين ومعارض كتب برا البحرين، يمكن الكثير من الكتاب البحرينيين يعني يحرصون يتواجدون في هذه المعارض، والكثير من دور النشر البحرينية تحرص أنها تتواجد في هذه المعارض. صحيح. إيش كثر مهم بالنسبة حق الكاتب وجوده في هذه المعارض اللي ممكن يعني يكون فيها إقبال، ممكن يكون فيها هم يعني ردات الفعل بين القارئ وبين الكاتب بشكل مباشر. شوفي معرض الكتاب، انت بس قلتي لي معرض الكتاب حسيت ان قلبي عورني، لان السنه انلغت معارض الكتب كلها. الله ان شاء الله يزول الوباء عنا ان شاء الله. الناس اللي موجوده فيه والناس اللي تقرا يعني ناس مو شويه. صح أكيد طبعا. والحلو في معارض الكتاب ان هي تجمع المثقفين. يعني انا بالنسبه لي احس ان معرض الكتاب مفيد حق ثلاث فئات، اللي هو الكاتب، اللي هو القارئ، والناشر. حتى الناشر، الناشر وايد يستفيد. يعني أنا من خلال خبرتي وشغلي في المعارض
اكتشفت ان الناشرين يستفيدون من شريحة القراء. مثلا هبة الروايات، هبة الروايات اللي يحولونها إلى مسلسلات، هبة الأشعار، فدار النشر يستفيد من هذه الناحية وأكثر. أما القارئ طبعا، أنا دائما أقول أن لقاء المثقفين في العالم الواقعي وايد شيء صحي. حلو أن أنت تشوفني على أرض الواقع، أنت يمكن تقراني بس أنت ما تشفتني، ممكن ترتاح لي أكثر، ممكن تعطيني فكرة صح أكثر أن أنا أقدر أنتج فيها، والكاتب نفس الشيء. فوايد افتقدنا طبعاً معارض الكتاب خاصة هنا عندنا في البحرين، خصوصاً الكاتب. الكاتب دائماً لما تحسه هو ينخرط في هذه الأجواء تحسه ضايع، يتمشى كأنه في جنة، جنة الكتب أنا أسميها، جنة الثقافة، يجتمعون كلهم تحت مظلة واحدة صح، اللي هي المعارض. فالكل يستفيد، ما في منفعة من صوب واحد، الكل يحاول أنه هو يغطي احتياجاته خصوصاً من خلال معارض الكتاب. جميل. أكيد يمكن وصلنا لنهاية فقراتنا وحلقاتنا بعد اليوم، فنشكرك دلال يوسف على حضورك اليوم، واكيد نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. نورتينا دلال، يعطيك العافيه وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا على الاستضافه. مشاهدينا نفس ما قال حمد، للاسف وصلنا لختام ساعتنا اليوم وياكم، ان شاء الله نلقاكم باكر في حلقه جديده بمواضيع جديده، ومع السلامه. السلامه.